بسبب الحرب والأوضاع الاقتصادية التي خلفتها هذه الحرب، يعيش الشعب أسوأ كارثة إنسانية واقتصادية. المعلم اليمني، مشاهدينا الكرام، تجرع ويلات هذه الأزمة بانقطاع الرواتب وتأخيرها. منهم من ترك التعليم وذهب ليبحث عن مهنة ليسد رمق أطفاله منها. في هذا الفيديو سعودي يروي قصة معلم يمني تحول إلى طباخ بعد أن ترك مهنة التعليم. معلم يمني وقيل عراقي، بسبب الظروف المعيشية لم تستطع الوزارة دفع الراتب له، فتخلى عن التعليم وذهب طباخ في أحد المطاعم. فواجهه أحد طلابه، تفاجأ، هذا هو المعلم؟ فالمعلم من الإحراج أصبح يداري وجهه من التلميذ حتى لا يراه، وقد أصبح يعني طباخا بعد أن كان معلما. فقال هذا الشاعر أو هذا الطالب قصيدة جميلة، قال: ماذا أقول وقد رأيت معلمي في مطعم الخضراء أصبح طاهيا، يا ليتني ما عشت يوما كي أرى من قادنا للدرب أصبح باكيا، لما رآني غض عني طرفه كي لا أكلمه وأصبح لاهيا، هو محرج لكنني ناديته يا من أنرت الدرب خلتك ناسيا، فأجاب مبتسما ويمسح كفه أهلا بسامي مثل اسمك ساميا، إن كنت تسأل عن وجودي ها هنا، فالوضع أصبح بالإجابة كافية، قطعوا الرواتب يا بني وحالنا قد زاد سوءا بعد سوء خافية، إن لمتني فيما صنعت مصارحا فعليك أطرح يا بني سؤاليا، إن عدت للتدريس أين رواتبي أم كيف أطعم يا بني عياليا، أم كيف أعطي للمؤجر حقه إن جاء يطلبني ويصرخ عاليا، أم كيف أشرح للعيال دروسهم وأنا أفكر كيف أرجع ماشيا، أو كيف أعطي للمميز حقه وأنا أفكر لا علي ولا لي.